شيء جديد، حاجات بتعملها بالإيد، عندك حاجات مش محتاجة استعملها هتستفيد، ما تخليهاش بنفسك اعملها بنفسك. وعندنا الألوان عود معزوزة. استني انت رايحة فين؟ انا محتاجة الكرتونة دي عشان مشروعنا النهاردة الأعمال اليدوية. ايه رأيك تحبي تساعديني؟ طب تعرفي هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل ملقط عليه بيضة. مستعدة؟ وانتوا كمان تقدروا تنضموا لينا من البيت. ما تخليهاش بنفسك اعملها بنفسك. هنحتاج ملاقط غسيل، كرتون او ورق، صمغ، مقص، أقلام ملونة للتزيين. الخطوة الأولى هنرسم البيضة، وهنستخدم الكرتون اللي مش محتاجينه بدل ما نرميه، ولو مش موجود ممكن نستخدم ورق. ودلوقتي يا معزوزة هنعمل تشققات البيضة على شكل خطوط متعرجة. الخطوة الثانية هنزين البيضة أو نلونها، وممكن تزينوها أو تلونوها بأي لون أنتوا تحبوه. هيا معزوزة تحبي تلوني البيضة بأي لون؟ اللون ده؟ هايل 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 يا معزوزة، أنتي زينتيها حلوة قوي. طيب إيه رأيك دلوقتي نجهز الكتكوت؟ الخطوة الثالثة هنجهز الكتكوت. كتكوت يعني صوص، وعلشان نجهزه لازم نرسمه ونلونه. هيا معزوزة قوليلي هتلوني الكتكوت بأي لون؟ الأصفر. اتفضلي. الخطوة الرابعة هنقص البيضة والكتكوت. مظبوط يا معزوزة، زي ما معزوزة قالت لكم كده بالظبط. لما تستخدموا المقص لازم تطلبوا المساعدة من حد كبير. ودلوقتي هنقص التشققات. شفتي يا معزوزة ازاي بيركبوا على بعض؟ الخطوة الخامسة هنلزق البيضة والكتكوت على ملقط الغسيل. ودلوقتي هنقلب الملقط للناحية التانية عشان نلزق الكتكوت، ولازم نتأكد واحنا بنلزقه ان وشه لجوه. ودلوقتي بقى جاهز. اتمنى يكون عجبكم مشروعنا النهاردة، وفي حاجات كتير قوي تقدروا تعملوها في البيت.